إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد، نحن في هذه الليلة مع الدرس 14 من دروس السيرة النبوية المختصرة، في ضوء أو من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكان الدرس السابق انتهينا فيه مع نهاية غزوة أحد، تلك الغزوة المؤلمة التي أصاب المسلمين فيها جراحات وآلام، وقتل من خيارهم عشرات رضي الله عنهم، بلغوا 70 شهيدا. ففي صباح اليوم التالي ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حضروا معه غزوة أحد إلى الخروج، لأنه خشي أن تكون الهزيمة التي حصلت للمسلمين مغرية للكفار للكرة على المدينة، وهذا التوقع كان توقعا صائبا في محله، فعلا كانوا يفكرون في ذلك. ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من الحكمة والحزم أن يبادر إلى مهاجمة العدو وإبعاده عن المدينة، فخرج إلى حمراء الأسد وهي تبعد 8 أميال عن المدينة، وخرج معه كل من شهد أحدا من المسلمين عدا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه لم يكن خرج معهم إلى أحد، استخلفه أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد ضمن شهداء يوم أحد على أخواته، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم جابر في أن يخرج معهم عوضاً عما فاته من حضور غزوة أحد. فخرج حتى بلغ حمراء الأسد، وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من المسلمين يقال له معبد ابن أبي معبد الجهني، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفت في عضد المشركين، فمر بجيش المشركين وهم في طريق عودتهم يفكرون بالرجوع والكرة على المسلمين في المدينة، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جمع عظيم للحاق بهم، فثناهم عن الرجوع واستمروا قافلين إلى مكة. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المجموعة أو هؤلاء الجيش الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي السنة الرابعة، لأن أحد كانت في السنة الثالثة، قدم بعث من قبيلة عضل والقارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن فيهم إسلاما، فلو بعث إليهم نفرا يدعون الناس إلى هذا الدين ويعلمونهم القرآن، فبعث 6 نفر، وفي صحيح البخاري أنهم كانوا 10 نفر، ولعل هذا هو الصحيح. وعليهم وأمر عليهم رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد الغنوي،
رضي الله عنهم أجمعين، وكان معهم خبيب ابن عدي رضي الله عنه. فلما كانوا بماء يقال له الرجيع، ماء لهذيل، غدروا بهم وأحاطوا بهم، فقاتل هؤلاء النفر العشرة فقتلوا جميعا، وأسر اثنان، خبيب ورجل يقال له زيد بن دثنة. فذهبوا بهما وباعوهما على أهل مكة، لأنهم كانوا يعرفون أنهم يتشفون بهؤلاء المسلمين، ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم من عضل والقارة. فخبيب بن عدي رضي الله عنه قصته معروفة مشهورة، وهو أنهم لما خرجوا به ليقتلوه خارج الحرم وصلبوه على خشبة أو على جذع أو أرادوا أن يصلبوه، استأذنهم أن يصلي ركعتين، وهو أول من سن ركعتي القتل، فأذنوا له وصلى ركعتين، وقال: والذي نفسي بيده، أو والله لولا أن تقولوا النبي جزعا من الموت لأطلت الركعتين. قال له المشركون أو أبو سفيان: هل تتمنى أن محمدا مكانك وأنت في أهلك سليم معافى؟ قال: والله ما أحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة وأنا في أهلي. ثم أنشد رضي الله عنه قبل أن يقتلوه أبياته المشهورة التي يقول فيها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بئر معونة، وهو أن أبا براء عامر ابن مالك أحد شجعان العرب المعروفين ويلقب بملاعب الأسنة، وهو من بني عامر، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من شجعان العرب ووجهائهم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، يعني كأنه ارتاح وتقبل هذه الدعوة وهذا الدين، ولكن لسبب الله أعلم به لم يبادر إلى الإسلام، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، يعني إن هذا الدين الذي معك دين له قبول، فلو بعثت قبل نجد نفر يعلمون الناس هذا الدين ويدعونهم إليه، فقال: أخاف عليهم أهل نجد، قال: أنا جار لهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، كانوا من صفوة قراء المدينة من حفظة القرآن، فلما وصلوا إلى ديار أبي براء اللي هي ديار عامر في وسط نجد، علم بهم عدو الله سبحانه وتعالى عامر بن الطفيل، وهذا كان من شجعان بني عامر، فاستنهض عليهم من بني عامر ليهجم عليهم ويقتلهم، فأبى عليه قومه وقالوا: هؤلاء في جوار أبي براء ولا نخفر جواره. فاستعدى عليهم عصبة من بني سليم وأحاطوا بهم وقتلوهم جميعا رضي الله عنهم. ولذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد، ولم يبق منهم إلا رجل واحد ارتث من بين القتلى ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره
الخبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا المسلم قتل اثنين يظنهما من الكفار أو من بني عامر، وقال بهما أدرك ثأري في قتل السبعين من أصحابه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين، يعني لهم ذمة، لأدينهما. ولذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلفائه من بني النضير وهم القبيلة اليهودية المجاورة للمدينة والذين تحالف معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحلف يستعين بهم على دية هذين الرجلين، فقالوا: انتظر ونحن نأتيك بالمعونة. فجلس بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه مستندا إلى جدار الحصن، حصن هذه القبيلة بنو النضير، وأضمروا الغدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه فرصة ثمينة لنتخلص من محمد. وأمروا رجلا من أشقيائهم أن يصعد إلى أعلى السور ويأخذ معه حجر كبير ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتله. فجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتم مكيدتهم. وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مناجزتهم وإخراجهم نتيجة غدرهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، وكانوا هم في الجاهلية حلفاء للخزرج، فقالوا: ننزل على حكم سيد الخزرج سعد بن عبادة الذي حكم فيهم بأن تخرج أو أن يخرجوا من المدينة. وفيهم نزلت سورة الحشر، فخرجوا ولهم ما حملت إبلهم، فكان بعضهم إذا كان ليس له متاع نقض أسقف بيته وحمل الخشب على بعيره، وخرجوا جميعا أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم قبل قليل فيهم نزلت سورة الحشر، وبهذا انتهت قصة هؤلاء اليهود، وبقي قبيلة واحدة، لأنه سبقهم بنو قينقاع الذين قتلوا إحدى نساء المسلمين في السوق فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أضمروا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم، وبقي قبيلة واحدة سيأتي الكلام عليها في وقت لاحق وهم بنو قريظة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في منازل الأبرار وفي جنة عرضها السماوات والأرض، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.